واش الدراري واش عشاق قناه طورنا فلوج واش الدريات اخوان عائله طورنا فلوج جمعه مباركه هذا الفيديو يوم الجمعه جمعه مباركه بالصحه والسلامه وطول العمر وتحياتي لكم واليوم جيناكم فيديو جديد اللي هو بزاف الدراري كيدوزو عندي كيقولوا لي خويا ياسين بغينا لي بورتور بغينا هادي جيناكم اليوم الخوت نشرحوا لكم ما معنى بورتور وحذاري من الصعبة الدراري في لي بورتور علاش الدراري حيت البورتور خاصك تاخدو من عند واحد ثقة والثقة الكاملة علاش الدراري غندخلو لكم في هذا الموضوع ونزيدو انا الدراري اعوذ بالله من القوشانة شريت دكار ب 4000 درهم بورتور تكساس في الهوغو وطلع بورتور ديال لاتينو والاخ اللي شريته من عنده الله يغفر لك اخويا والله يهديك ونتمنى من الله راه الفلوس راه ما دايماش راه الله اللي داين واش شديتي لي 4000 درهم حتى 4000 درهم راه والو اودك راه والو 4000 درهم انا شاري على بورتور تكساس هوغو لقيتو بورتور ديال لاتينو في الهوغو كيعطيني ولاد غير لاتينو في الهوغو ولكن الحمد لله ونشكر ربي كيعوضنا بحوايج خايب قال لك دير النية تربح ثاني حاجة شاري كوبلة بورتور ديال الهوغو ديال هوغو بريد كان طاف ونتوا قال لك بورتور وما بورتور ما والو ما عمرهم عطاوني حتى طاف حتى عمرهم عطاوني لا لا الله كيعطيو الريش مفرتك حذاري من الصابة الدراري والله يهديهم والله ياخذ فيهم الحق اليوم الجمعة المهم الاخوان بغينا نجيو نشرحوا لكم ما معنى بورتور بزاف الدراري ما عارفينش ما معنى بورتور وراه بورتور طفره مرتبطه بالجنس ماشي هو بورتور طفره متنحيه علاش الدراري غنبداو لكم طفره مرتبطه بالجنس كي كتعرفوا مثلا غنبغيو ناخذوا بورتور ديال لوتينو يعني بورتور ديال لوتينو غتاخدو في الدكورة علاش الا يقولك شي واحد اخويا شفت شحال من واحد كيلوح لك نتوما كيقولك اخوان بورتور ديال لاتينو شنو بورتور ديال لاتينو راه طفرة مرتبطة بالجنس راه نتاوي ما كيهزوش راه الدكورة اللي كيهزو فقط ونجيكم عاوتاني مثلا غيقول لكم بورتور تكساس وغيعطيك نتوى راه ما كايناش الدراري طفرة مرتبطة بالجنس تكساس تا هو نتاوي ما كيهزوش الكرة اللي كيهزو الدم هذا الاخوان زيدوها بالكم اي دم باغي تاخدو اي طفرة باغي تاخدها طفرة مرتبطة بالجنس راه نتاوي ما حاملين لوالو لهذه الطفرة اللي باغي تاخدها الاخوان يعني الكرة هما اللي كيكونوا حاملين الطفرة اللي باغي تاخد نتايا نرجعو للطفرة المتنحية الطفرة المتنحية الإخوان كيهزو نتاوي الكرة مثلا كالفلاو كالبلاك وينز يعني مثلا غندوزو غير الفلاو الفلاو إلا بغيتي تاخد البورتور غادي يكون هاز نتاوي وغادي يكون هاز في الكرة هذه الطفرة المتنحية جميع الطفرات المتنحية غادي يكونوا نتاوي والذكورة حاملين للطفرة وما معنى بورتور بورتور هو الإخوان مثلا غنديرو بورتور ديال الفالة بورتور ديال الفالة والإخوان كيكون زرق عادي يعني كبيروس عادي ولكن راه حامل للفالة حامل طفرة الفالة يعني ملي كتشدو كتاخد بورتور ديال الفالة كتضربو الفلاو من الضروري خاصك تعطاك الفلاو في العش دونك هذا بورتور الا ما تعطاكش الاخوان راه ضروري تخرج لك علامه الفلاو في العش واخا غير وحده الا ما تعطاتك راه نصب عليك الدراري كيف ما طرا ليا انايا طفره مرتبطه بالجنس ولكن 4000 درهم شنو هي الاخوان 4000 درهم هاك نخرجو كنضحكو كنخسرو 2000 درهم لا لا والله محمد رسول الله 4000 درهم ما غتوفيش لك حتى الصف ديال الطيور الاخوان لمده شهر لا اله الا الله اخوان ما علينا ندوزو للطفره المرتبطه بالجنس الطفره المرتبطه بالجنس
خويا السلام عليكم، بغيت ناخذ من عندك بورتور ديال تكساس. يعني بورتور ديال تكساس غادي يكون زرق مثلا، غنلوح لكم شي تصاور ديال لي بورتور، غادي يكون زرق ولكن زرق عادي ولا فيولي ولا نورمال، غير هو غيكون حامل الدم ديال تكساس في الهوغو ولا تكساس عادي. غير هو الاخوان ما تنساوش، كنقول لكم من عند الثقه الكامله، ثقه ثم ثقه ثم ثقه، حيت تكساس يقدر يعطيك بياسه عاديه ويقول لك، حيت البورتور عفوا غيعطيك بياسه عاديه وغيقول لك راه بورتور تكساس كيف مطرى ليا، ولا حول ولا قوه الا بالله. والله ياخذ فيهم الحق، واليوم الجمعه ونتمنوا اليوم الهدايه، الفلوس ما دايماش والله اللي داير. المهم الاخوان غندوزو للطفره مرتبطه بالجنس باش نكملو، غادي يكون ذكر ديما، غادي يكون ذكر طفره مرتبطه بالجنس. لو قال لك انت نص بغى ينصب عليك وبغى يكذب عليك، دونك طفره مرتبطه بالجنس كيكون بورتور ذكر، يعني كيكون عادي هوغو عادي. حنا ندوزو للتكساس في الهوغو، الهوغو عادي وهو حامل الطفره تكساس في الهوغو. دونك ملي غادي تشدو شي لو عطيتيه غير نتوى عادية غادي تعطاك تكساس، علامة تكساس في العشق، غتكون انت ما غتكونش ذكر. علاش؟ حيت ذكر بورتور ديال تكساس غيعطيك الإناث اللي في نفس الطفرة، والذكور نصهم حامل للطفرة تكساس في الهوبو ونصهم ما حاملش. دونك خاصك تجرب، يعني ضربتي مع فيميل عادية وانت عادية خاصك تجرب، كيكونوا الذكورة حاملين والذكورة ما حاملين. هذا الاخوان الطفرة مرتبطة بالجنس، مرتبطة بالجنس، الطفرة المتنحية كيكونوا نتاوي اللي هازين والذكورة اللي هازين. والطفرة المتنحية الاخوان ديما خاصك دير نفس الطفرة. حنا مثلا خدينا البلاكوين، الا خدينا البلاكوين الاخوان خاصنا نشدوه نضربوه مع بلاكوين. علاش؟ باش نكونسونطريو الدم ديال البلاكوين ويتلاح لينا البلاكوين في العشق، حيت كيبقى عندك الشك الا درتي طفرة متنحية مع طفرة متنحية وبورتور مع بورتور، يقدر ما يتعطاكش البلاكوين في العشق، غيتعطاوك غير لي بورتور. دونك خاصنا نشدو طفرة متنحية اللي هي بلاكوين، نضربوها مع ذكر بورتور بلاكوين طفرة متنحية، هكا الاخوان غيعطيونا البلاكوين اللي هو كونسونطري وغيعطيك 75 في العشق ديال البلاكوين. المهم الاخوان حذاري من الصابق، ولا اله الا الله محمد رسول الله، كيف ما قلت لكم انا مولوع والثقة الكاملة، ومعمرني تعديت على شي واحد وتعدات عليا في الذكر وفي هاد الكوبل الاخوان. الذكر هذا انا ديرو مع نتوى بيتزا، وعطاني زوج لاتينو في العشق، وهو غير بورتور ديال لاتينو، بورتور ديال لاتينو ديال 700 درهم واخدو هنا ب 4000 درهم، لا حول ولا قوة الا بالله. المهم الدراري انا والله يبقى فيا الحال، كنشوف يعني واحد راجل كبير بلا حياته مولوع كبير وغادي يجي يسمع ب 4000 درهم، ما عندك تقول لي ما عنديش، انا نعطيك 4000 درهم، نعطيك صداقة، ترى لا اله الا الله وحق الله لا اله الا الله. انا الحمد لله بورتور، انا نوريكم الخوت هادو بورتور ديال البلاك وين ذوقوا بريده الاخوان، شوفوا سبحان الله كي يدير، يبان لك عادي. ها هو الدراري، هذا الدراري راه بورتور ديال البلاك هوغو بريد. هذا الاخوان ما معنى هوغو بريد؟ حامل طفرة الهوغو. دابا هذا بورتور ديال البلاك هوغو بريد، يعني هاز الهوغو وهاز البلاك. هذا دابا غتشدو غدير ليه بياسة بلاك، غادي يعطيك بلاك يما الكريس، فهو طيح لينا التليفون كاع الدراري، طيح لينا التليفون كاع، سمحوا لينا الدراري. يعني غادي يعطيك بياسه بلاك وبياسه، الا درتي ليه بياسه بلاك غيعطيك البلاك يما في الكريس يما في الطاف
وغيعطيك 75 في البلاك اللي درتي ليه بياسة بلاك. المهم الاخوان تحياتي لكم وكنشكركم ونتمناكم البارطاج في هذا الفيديو. مع المريض لغتكم باش تبارطاجي، ولكن في هذا الفيديو خصوص لكن عزيز عليكم وكان ياسين عزيز عليكم، بارطاجيو هذا الفيديو لو ماكسيموم ديالو باش توصل الناس كاملين وحذاري من الصابات ومن الصابات ومن الصابات. بارطاجيو الدراري باش تعمل الفائده وتا واحد ما يتنصب عليه. وتحياتي ليكم وكنموت عليكم كاملين. وهادو راه ربعه الاولاد الحمد لله بعتهم وبعتهم باقين في البيضه، اقسم بالله من تبيضات صورت لي هو السيد هشام فوز. تحياتي ليه كيثيق فينا وكنشكروك وجميع الدراري اللي كيثيقوا فينا. بعتهم في البيضه صورت لي نهار تبيضات نهار تفرخوا ونهار غنحيدهم من على والديهم صورتهم ليه. علاش الدراري باش تكون الثقه الكامله بيناتنا الدراري. المهم الدراري تحياتي لكم كنموت عليكم بزاف والبارطاج في هذا الفيديو والفيديو الجاي ان شاء الله.